300 لتر وقود. عرض إسرائيلي لإنقاذ حياة نحو 10,000 شخص مع المرضى والأطقم الطبية في مشفى الشفاء المحاصر والمهدد بالاقتحام والقصف بأي لحظة. اتصل بي شخص وقال لي أنه سنرسل لكم وقود إلى المستشفى، فرحبنا بذلك أولا أننا نحتاج إلى كل قطرة وقود. نعم. بعدها اتصل بي ثانية وقال لي أن هناك 300 لتر، 300 لتر يعني 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 يشغل المولد تقريبا من نصف ساعة إلى ساعة فقط لا غير. هذول كلاتهم هيك شهداء 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 شهداء، كل هذول شهداء. تمام، في غاد ناس. تمام، أيا كان من سيذهب لاستلام العرض الذي لا يفوت بزعم إسرائيل، عليه أن يمر من بين جثث الضحايا في ساحة المشفى والتي بدأت الكلاب بنهشها. جثث عشرات تلقى هذا الجثث يعني. طبعا في وضع خطير جدا، لا يستطيع اي احد الساعه الثانيه فجرا هذا الكلام. فانا لما يعني السائق تخوف تماما ان يخرج وقال لي كيف اخرج في هذا الجو يعني وفي هذه الطائرات من فوقنا والدبابات من امامنا والكميه اصلا 300 لتر لا تكفي لاي شيء. المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قال ان حماس منعت استلام هذا الوقود، فيما نفت اداره مشفى الشفاء هذه المزاعم. عرضت عليه إذا أنك تريد أن تساعدنا بحق فنحن نحتاج إلى 6,000 لتر من الوقود، بإمكانك في الصباح ترسلها عبر الصليب الأحمر الدولي أو عبر أي مؤسسة دولية. نعم. كن يعني شاكرين في هذا الموضوع، إلا أنه لم يرسل أي شيء وقال لي بالحرف الواحد أن هذه الكمية الموجودة هي فقط. منذ 3 نوفمبر أعلنت إسرائيل بقصفها مدخل مجمع الشفاء أنه هدف لعملياتها العسكرية بزعم أنه يضم مقراً لمسلحين فلسطينيين، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.